اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حكيم اعصاب. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الامتحانات. ازاي اذاكر في اوقات الامتحانات وايه الطريقه الصح اللي اذاكر بيها من غير ما انسى اللي انا ذاكرته. 10 نصايح هقولها لحضراتكم النهارده هتفيدكم جدا واحنا داخلين موسم الامتحانات. اول حاجه، لازم اذاكر في التوقيت الصح. احسن وقت اذاكر فيه الصبح بدري. ليه؟ عشان ده الوقت اللي بيفرز فيه الكورتيزول الداخلي جوه جسمنا. عارفين ان جسمنا جواه كورتيزون، احنا فاكرين الكورتيزون ده دواء كده بندعي عليه ودواء مش حلو ما بنحبش ان احنا ناخده. لا، احنا عندنا جوه جسمنا في كورتيزول داخلي. الكورتيزول الداخلي ده هو اللي بيبقى مسؤول عن ان احنا نبقى فايقين ومصحصحين ومنتبهين. الكورتيزول ده بيفرز داخليا جوه جسمنا، اعلى نقطه ليه بتبقى الصبح بدري، يعني من الساعه 6 الصبح للساعه 8 9 كده، دي اعلى نقطه. بعد كده يبدا يقل على مدار اليوم، على الساعه 1 2 بالليل 12 بالليل يبدا يقل خالص، لانه خلاص الكورتيزول فاهم ان ده وقت النوم. الناس بقى اللي بتقرر ان انا هقلب يومي، ماشي، انت ممكن تقلب يوم، اصل انا نهاري، اصل انا ليلي، اصل انا خفاش كده ليلي، انا ما بطلعش غير بالليل افرد جناحاتي واذاكر. راح فين اللي كل شويه هطير وعامل لي فيها خفاش؟ لا لا، الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان واقع الامر انا كده بتحدى طبيعه جسمي، بقف قصاد طبيعه جسمي، بصحى في الوقت اللي المفروض جسمي ينام فيه وبنام في الوقت اللي المفروض جسمي يصحى فيه. تاني حاجه، لازم اخد كفايتي في النوم. طلبه كتير جدا ايام الامتحانات بيقرر ان هو عشان يجتهد اكتر ان يختصر وقت نومه، يقول لك انا هنام 3 4 ساعات بس. هو مش مطلوب انك تنام 12 ساعه، ولا مطلوب انك تنام 3 4 ساعات بس. النوم الكافي 6 ل 8 ساعات يوميا. واقع الامر لما بنقلل عدد ساعات نومنا ده بيأثر على تركيزنا تاني يوم، بيأثر على قدرتنا على حفظ المعلومات، بيأثر على قدرتنا على استرجاع المعلومات. رقم 3، لازم ابدا يومي بمذاكره الماده الثقيله الغلسه اللي ما بحبهاش. ليه يا عم تقفل لنا اليوم من اوله كده ليه؟ معلش اسمع كلامي، اصل لو انت رميت الماده دي لاخر اليوم غالبا مش هتذاكرها، لانك اخر اليوم هتبقى خلاص خلصان وتعبان وزهقان وطهقت من المذاكره، مش معقول ساعتها تروح فاتح الماده الغلسه اللي انت مش طايقها. لكن الصبح بنبقى فيه شويه طاقه تسمح لينا بان احنا نذاكر الماده الاصعب. رقم 4، التكرار. دايما عندي مشكله مع الناس اللي تيجي تقول لي انا ذاكرت الموضوع الفلاني تاني يوم ما افتكرتش فيه حاجه. ده طبيعي على فكره، طبيعه الذاكره البشريه مش هتقدر تحتفظ بكل المعلومات اللي خدتها من اول مره، لابد ليها من التكرار. والتكرار يبقى مش تاني يوم على طول، دايما بيفضل ان التكرار يبقى بعد فتره. يعني انا النهارده ذاكرت الدرس، بعد اسبوع هراجعه، بعد 10 ايام هراجعه تاني، غالبا بعد مرتين او ثلاثه مذاكره غالبا الموضوع ده هيكون اتهضم بالكامل، وفرصه ان انا انسى منه حاجه بتبدا تقل كل ما كررتها. هتقول لي انا الاقي وقت منين اعمل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ معلش، مع تنظيم الوقت واللي عايز فعلا يجتهد واللي عايز فعلا يجيب درجات كويسه يقدر ان ينظم وقته ويعمل حسابه على التكرار. المهم نبقى عارفين ايه الوسيله اللي تخليني ما انساش. التكرار احد اهم هذه الوسائل. رقم 5، حل الأسئلة. مهم جدا ان انا حل أسئلة على الموضوع اللي انا ذاكرته. ليه؟ عشان ابقى عارف طريقة الأسئلة بتيجي ازاي. ساعات اذاكر الموضوع ومبقاش متخيل قوي ايه التكات اللي فيه، ايه الحتت المستخبية اللي فيه اللي ممكن يجي عليها الأسئلة. حل الامتحانات السابقة، حل الأسئلة على الموضوع والتطبيق المباشر عليه بيساعد جدا في تثبيت المعلومة. رقم 6، عندنا حاجة اسمها هرم التعلم. هرم التعلم ده شافوا ايه افضل وسيلة لتثبيت المعلومة، لقوا ان افضل وسيله لتثبيت اي معلومه هو ان انا اشرحها لحد. تخيلوا حضراتكم، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى، ان خلى اللي بيشرح لحد او اللي بيعلم حد هو اكتر واحد بيحفظ، عشان ده يشجعنا اكتر على ان احنا ننقل العلم ونعلم غيرنا، واللي اتعلمناه ما يقفش عندنا لعلمه الاجيال بعدنا. هتقول لي طب انا لسه طالب، اعلم اجيال مين يا عم؟ ده انا بتشعبط في رضا ربنا، مين اللي يعلم اجيال؟ ده ما قلتش انك تعلم اجيال، انا بقول ان احنا ممكن لو انا ذاكرت موضوع وحفظته وهضمته وفهمته ان انا اشرحه لزمايلي. هتلاقوا دايما اشطر ناس في الدفعه اللي هم اللي بيذاكروا ويروحوا شارحين لزمايلهم. ليه؟ لان الشرح هو افضل وسيله لتثبيت المعلومه. رقم 7، عمل علمات. يعني ايه علمات؟ يعني احنا لازم الحاجه اللي انا ذاكرتها دي اعمل لها طريقه احفظها بيها. احنا امتحاناتنا قائمه بشكل كبير على ان يكون في حفظ، او مش الفهم بس هيكون كفايه، لازم كمان الحفظ معايا. طب هحفظ ازاي؟ لازم يبقى عندي استراتيجيات للحفظ. يعني مثلا عندنا في كليه الطب
الطب كانوا يجمعوا الحرف الاول من كل كلمه ويعملوا لنا بيه كلمه نحفظها. مثلا فيتامين دي اشهر الاسباب في الطب، يقول لك الفي فاسكولار، الاي انفلاماتوري، التي تروماتيك، وهكذا. يبقى انا بجمع الحروف الاولى وبعمل بيها كلمه. ممكن اعمل اغنيه، ممكن اعمل قصه، ممكن ارسم رسمه، ممكن اتخيل ان الحوار ده عباره عن قصه ما بين اتنين بيتخانقوا مثلا، وده بيرد على ده عشان المعلومه تثبت في دماغي. رقم 8، استخدام مشهيات المذاكره. في حاجات تفتح النفس للمذاكره. هتقول لي اتفرج على التلفزيون واحط جنب الموبايل، لا، دي ما اسمهاش مشهيات، دي اسمها مشتتات. يعني انت قاعد جنب اللاب وتاب وغدر الصحاب، هتلاقي نفسك مش عارف تقرا كلمه، مش هتحفظ كلمه. انا بقول مشهيات مش مشتتات. مشهيات يعني ايه؟ كوبايه الشاي اللي بالنعناع، الالوان، في ناس تحب الالوان، الورق الملون، الاستيكرات، الورق الابيض، الادوات كده اللي شكلها حلو، المكتب اللي شكله لطيف، الحاجات دي الامبيانس. يعني نخلي المذاكره حاجه دمها خفيف بدل ما هي حاجه رخمه وجلسه ودمها تقيل. رقم 9، ممكن يبقى مفيد جدا ان انا ذاكر مع مجموعه من صحابي، بس بشرط ان يكون ناس شاطره جايه تذاكر، مش جايين نضيع وقت بعض، نقضي الموضوع هزار وتهريج وفي الاخر ما نطلعش باي معلومه. وجود زمايل ليا بنشجع بعض، حد هيخستع حد هينام التاني هيسنده، ونفضل نتبادل المعلومات. ده بيحسن كتير قوي من التحصيل الدراسي. اخر حاجه هقولها لكم مفاجاه غريبه جدا، الابحاث العلميه اثبتت ان مضغ اللبان اثناء المذاكره بيحسن التركيز. ازاي؟ قالوا اصل انت لما بتقعد تلعب بقك كده ده بيحسن الدوره الدمويه المخيه، وبالتالي بيحسن تدفق الدوره الدمويه، وده بيحسن التركيز والذاكره. حاجه تانية، الموضوع المهم اللي عايز تحفظه ذاكره ونام. هتقول لي ايه ده انا عايز انام طول اليوم، كل ما اذاكر موضوع اروح نايم بعده. لا، وجد ان الموضوعات اللي بتتذاكر قبل النوم مباشره اثناء النوم بيحصل لها تخزين بشكل افضل، فبصحى الصبح الاقي نفسي فاكرها احسن. دي كانت بعض النصايح والارشادات اللي ممكن تحسن طريقه المذاكره بتاعتنا، وتحسن انتاجنا في المذاكره، وتحسن نتائجنا في الامتحان. بالتوفيق لكل الطلبه، ربنا معاكم، بدعي لكم من قلبي بالتفوق الدائم ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده من حكيم اعصاب. لو حد عنده اي استفسار يكتبه في التعليقات وانا هرد عليه بنفسي، وما تنسوش الاشتراك في القناه.